دكتور إسماعيل رضوان. بسم الله الرحمن الرحيم، بداية دعني أوجه تحية إلى أرواح شهدائنا الأبرار ولجرحانا البواسل ولأبناء شعبنا الذين ما زالوا يتوافدون بعشرات الآلاف في جمعة الوفاء للشهداء والجرحى. هذه الجمعة التي احتشد فيها عشرات الآلاف اليوم ليؤكدوا على أنهم ماضون على طريق مسيرة العودة وكسر الحصار. هذه هي رسالة حقيقية للاحتلال الصهيوني.